هنروح لاخبارنا، هنتكلم عن كره اليد. والحقيقه كره اليد حصل امر شويه غريب، يمكن خليني بس يعني اقول لكم معلومه الكثير ما يعرفهاش، انه لجنه المسابقات في اتحاد كره اليد عباره عن لجنتين مش لجنه واحده، لجنه للرجال والناشئين ولجنه للسيدات والناشئات. الرجال رئيس لجنه المسابقات هو كابتن عاصم السعداني، طبعا التاريخ كبير ابن النادي الاهلي، يعني مدير نشاط الرياضي السابق في النادي الاهلي، حاجه قصه كبيره كده، هو مدير لجنه المسابقات او رئيس لجنه المسابقات للرجال. وعندنا طبعا هاني عبد كابتن سعيد عبد المنعم، يعني ابن مدينه السويس وهو رئيس لجنه المسابقات في السيدات، فهتلاقي شكل المسابقه مختلف. وده يبرر لكم ليه دايما احنا كنا بنقول الحلقات اللي فاتت ليه نظام المسابقه في رجال كره اليد مختلف عن نظام المسابقه في السيدات. خليني بسرعه اشرح لكم الرجال الاول قبل ما اروح لخبر السيدات، واشرح لكم خلال خبر السيدات ايه اللي بيحصل مع السيدات. الرجال الحقيقه لعبوا دور تمهيدي وبعد كده لعبوا، دلوقتي طلعوا بقوا 8 فرق بيلعبوا رايح جاي، يعني 14 جوله، وبعد كده كل ده في الاخر هيطلع اول ثاني ثالث رابع. الاول والثاني هيلعبوا مع بعض بيست اوف 3 في النهايه، والثالث والرابع هيلعبوا مع بعض على الميداليه البرونزيه في النهايه، يعني كل اللي فات هتمسح باستيكا وهنتكلم من اول وجديد. فطبعا ده احنا نظام قلنا يعني كابتن عاصم السعداني محتاج يراجع نفسه فيه، لان النظام ده مش بيفرز الاحسن ولكن بيفرز الافضل في النهايه بالاخر كده، اللي بيفنش كويس هو اللي بيكسب، انما اللي بيبقى طول الموسم يعني مستقر او طول الموسم يعني فايز او فارق ما بتبقاش هي المعيار. ولكن السيدات امر مختلف، هو كان تراكمي ووصلت في النهايه النادي الاهلي فارق بفرق نقاط كبيره عن اقرب منافسيه، يعني في السيدات يتبقى لنا فوز وحيد من اصل 3 مباريات عشان نحصد بطوله الدوري. كان في مباراة لفريق كرة اليد الرجال كانت يوم 22 مارس، كانت هتتلعب بعد التوقف الدولي عشان او بطولة عشان بطولة يعني الألعاب الأفريقية في غانا، ولكن لجنة المسابقات بقيادة كابتن عاصم السعداني طلبت إن المباراة أو شافت المباراة تيجي بدري نلعبها بدري، وكانت مباراة نادي الجزيرة ونادي الأهلي لعبها على صالة الأمير عبد الله الفيصل بمقر النادي الأهلي بالجزيرة امبارح، وفزنا فيها بفرق كبير 31-16 في الوقت اللي انتهت فيه نتيجة الشوط الأول 17-7. الدوري هيقف من 8 لحد 23 مارس عشان بطولة غانا، ودي الفترة اللي هيشارك فيها فريق الشباب بقيادة كابتن طارق محروس في بطولة الألعاب الأفريقية في غانا. رصيد الفرقة بقى 32 نقطة دلوقتي بفرق 3 نقاط عن نادي الزمالك، وبرضو بقول مش هتفرق في الآخر، هنلعب 3 مباريات الافضل في 3 مباريات، حتى مش هتخش فارق نص نقطه كالعاده او بمعتاد عن التاني، لا ده انت مش هتخش، هتخش ايكوال، اللي هيبقى موفق في الثلاث مباريات هو اللي هياخد الدوري، وده انا شايف ان النظام يعني محتاج يتغير. ده طبعا مستر ديفيد ديفيدز، ودي صور من المباراه، والمباراه زي ما قلت لحضراتكم اتلعبت امبارح على صاله الامير عبد الله الفيصل في مقر النادي الاهلي بالجزيره. طب بعد التوقف عندنا الجوله العاشره ان شاء الله، احنا قلنا هنلعب 14 جوله، احنا لعبنا النهارده 9، العاشره هتكون بعد التوقف، هتبقى مع نادي سموحه بإذن الله في صالة نادي سموحة في اسكندرية. بعد التوقف عندك مباراة مهمة، طيب أنت عندك كم لاعب بيشاركوا مع كابتن محروس؟ طبعا ده هيتحدد عقب الإعلان مباشرة عن البعثة اللي هتسافر في غانا، وقرار الحقيقة حي باللجنة المؤقتة لإدارة اتحاد كرة اليد إن هم شاركوا بالفريق الشباب عشان دي فرصة يستعدوا عشان الاشتراك الدولي بتاعهم القادم، فطبعا كان مهم جدا تشارك بيهم. هتعمل إيه إن أنت تشارك بفريق كبير في الوقت الفريق الكبير نجح إنه يتأهل خلاص لكأس العالم وللأولمبياد في نفس الوقت وخد بطولة أفريقيا، فطبعا أنت النهارده مش محتاج الفريق الكبير في حاجة ومش هيستفاد حاجة، ولكن الشباب هيستفادوا أكيد في بطولة زي دي استعدادا لاشتراكاتهم الدولية اللي جاية من بطولة العالم لأفريقيا اللي خلافه.